هي فقط موجودة في تلك المناطق. هناك مناشدات، هناك مطالبات في تدخل الجهات وتقديم المساعدة بأقصى سرعة ممكنة ليتمكنوا من مساعدة أو من لا يزال على قيد الحياة تحت الأنقاض. طبعا المشاكل أيضا، كانت هناك نداءات للتبرع بالدم في المشافي في حلب وأيضا حماة. طبعا أيضا هذه المناطق لا تزال حسب المصادر التي تتواجد هناك لا تزال تشهد هزات ارتدادية بين فترة وأخرى، لذلك هناك انهيار وهناك خوف وهناك استنفار وهناك توتر وهناك قلق بين المدنيين في تلك المناطق، خاصة حيي الشيخ مقصود والأشرفية. هذه الأحياء التي تصارع الموت منذ شهور تطالب الجهات الدولية بالتدخل هذه المناطق، هي محاصرة منذ فترة، هي بلا كهرباء بلا مازوت بلا خبز، هذه المناطق بلا حليب أطفال، يعني منذ شهور تنادي ولكن دون جدوى. الآن يعني قبل أيام أيضا كان هناك انهيار بناء سكن كبير في تلك المنطقة، فقد خلالها العديد من المدنيين حياتهم جراء الانهيار الذي حصل قبل أيام. طبعا أيضا منذ فجر اليوم نلاحظ ونشهد تزايد المتواجدين في تلك المناطق. طبعا أيضا باقي المناطق السورية تعرضت وأيضا شهدت أو شهد هذا الزلزال ولكن بأقل درجة، يعني المناطق الأكثر تضررا هي حلب، حماة، اللاذقية، طرطوس وأيضا حمص، هذه المناطق التي لا تزال تصارع الموت، لا تزال تحاول الخلاص من هذه الهزات الارتدادية. طبعا هنا أيضا في مدن الشمال السوري كوباني البلدية وأيضا قوات الأمن الداخلي كانت تقوم بالبحث عن المناطق والمنازل التي تعرضت أجزاء منها إلى الانهيار. هناك محاولات لمساعدة المدنيين للعودة إلى منازلهم، وأيضا في هذه المناطق هنا في مدينة القامشلي كان هناك استنفار أمني كبير من قبل قوات الأمن الداخلي والطائش وأيضا الفرق الطبية. أيضا هنا لا يزال هناك استنفار، لا يزال هناك خوف من قبل الأهالي هنا في هذه المناطق، خاصة هذه المناطق التي تعرضت إلى هذه الهزة بالقرب، تتواجد بالقرب من الشريط الحدودي السوري التركي وهي على مقربة جدا من الحدود التركية، لذلك المناطق التي تعرضت لأكثر ضرر هي المناطق التي تتواجد أو القريبة من تركيا.